على بركة الله دائما نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام. التحية تتواصل والانطلاق يتجدد من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة في يومنا الثاني. أيضا ينطلق أيضا لسن الحجاج والأربعة كيلومترات شعارات هناك أيضا قد صارت وجالت في عالمنا الساحر عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة أسماء عملاقة هناك باحثة عن الناموس باحثة عن السيارة مباشرة مع الصدارة والمقدمة في هذه اللحظات. تسيل أحمد بن محمد بن كراز المهيري يتقدم مع سيل بينما انتقل مباشرة مع المركز الثاني وصول وتقدم من منصورة. هادي بن عبد الله بن سالم الركاض العامري يتقدم مع منصوره بينما اللي اخذت المركز الثالث قند محمد بن الصقيم خميس علي نيبي على ثالث المراكز. المركز الرابع وصلت خود هنا تقدمت خود خليفه بن عبد الله بن ياعد الحميري والمركز الخامس الله يا هذا القدوم وصلت هنا كزعفرانه منصور بن محمد بن مانع بن دواس العجمي على المركز الخامس. المركز السادس مشاهدينا متابعينا الكرام الشاهينية علي بن محمد بن رحم الشامسي المركز السابع سابع التحديات والإثارة وصلت غزلان علي بن محمد أيضا بالبحر بن نوبي العامري واللي خذت المركز الثامن الله يا هذا يا هذا القدوم. سيل جارف يتقدم من المراكز الخلفية في هذه اللحظات وصول من الخليجية عبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوع المري والمركز العاشر وصلت هملولة هنا تقدمت هملولة دشت معاهن واسمها هملولة محمد بن شعفان بن عبيد بن عوض العامري. هكذا النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة والباحثة عن ناموس هذا الشوط. أعود إلى الصدارة والمقدمة أعود مباشرة مع المركز الأول في هذه اللحظات. أسيل 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 أحمد بن محمد بن كراز المهيري يتقدم بمنصور يتقدم بمنصور أهالي النباعة هناك أيضا ما زالوا مسيطرين كل السيطرة على البداية الأولى. المركز الثاني خود هناك أيضا تقدمت هنا أيضا من المركز الثامن ما إن شاء الله حتى المركز الثاني في هذه اللحظات خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري والمركز الثالث. الوصول والتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام من هملولة محمد بن شعفان بن عبيد بن عوض العامري على المركز الثالث واللي خذت المركز الرابع وصول من زعفرانة منصور بن محمد بن مانع بن دواس العجمي في هذه اللحظات. ولكن وصلوا أهالي منازف وصلوا أهالي منازف في هذه اللحظات وصلت دمعة دمعة هناك أيضا عبد الله بن سيف بن زيتون المهيري هنا الله الله الشعال الذي خطف الناموس هنا في الشوط الأول في صباح هذا اليوم الله هنا أيضا ومن بداية الموسم هناك أيضا لهذا الشعار قد حقق النواميس هنا من كل ميدان من دولة الإمارات وخارجها. أعود إلى البداية هلولة أعود إلى الصدارة هلولة أعود إلى المركز الأول في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل. هناك أيضا الصدارة والمقدمة هناك خود ما زالت ولكن الله يا سلام يا سلام يا سلام أسيل الناموس أسيل وخود ووصلت هناك هملولة هملولة وأسيل وخود في موقع واحد. السيارة تحتار السيارة تحتار لمن سيارة هذا الشوط ما بين العمالقة في موقع واحد. الكبار هناك أيضا بدوا يتواصلون ولكن الله يا سلام أسيل 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 الكيل الأخير الكيل الخطير والمثير هنا أيضا لهذا أيضا لهذا البوابة الجميلة الله الله الله. هناك أسيل على صدارة هذا الشوط أسيل على المقدمة مع المركز الأول أحمد بن محمد بن كراز المهيري يتواجد هنا الله يا الشعار المنعش الشعار المنعش هنا مشكور يا ابو منصور. هناك ال500 متر الاخيره ولكن الله وصلوا وصلوا
هناك أيضا ميثاق عبد الرحمن بن راشد بن علي المعاضيد يتواجد هنا في هذا المسار، واللي واصله هملولة محمد بن شعفان بن عبيد بن عوض العامري، وهناك أيضا هنا أيضا الوصول من محبة سلطان بن سعيد بن مبارك الاكتبي، ولكن أعود إلى البداية، خود ولا سيل، أسيل ولا خود، هنا ما بين هالشعارات، ولكن أسيل 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 أسيل، زعبيل زعبيل هنا، الله تهانينا والناموس يا أبو منصور، وأيضا تهانينا والناموس لساري بن كاس المهيري هنا المتابع الدائم لهذا الشعار، تهانينا تهانينا والناموس على هذا الهوز الجميل والمميز هنا مشاهدينا متابعينا الكرام، أحمد بن محمد بن كراز المهيري، وسلام للنباعة، سلام. المركز الثاني لحظات وصول هنا هملولة محمد الشعفان بن عبيد العامري، واللي خذت المركز الثالث وصول وتقدم من غزلان علي بن محمد بن البحري بن نوب العامري، والمركز الرابع في هذه اللحظات ظنون جابر بن علي بن حسين المري، والمركز الخامس هنا أيضا الخليجية عبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوع المري. هكذا النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا والناموس للسيد أحمد بن محمد بن كراز المهيري على فوز أسيل أيضا وحصولها بالمركز الأول والسيارة، هو أيضا سلام لزعبيل سلام، 5:54.9 أجزاء من الثانية، بينما أيضا التوقيت الأفضل ما شاء الله، توقيت جميل مميز هنا أفضل حتى هذه اللحظات حتى الشوط السادس، بينما اللي خذت المركز الثاني 5:57.2 من الثانية، لحظات وصول هملولة محمد بن شعفان بن عبيد بن عوض العامري، تهانينا والناموس قدمت العرض الجميل، المركز الثالث 5:57.6 أجزاء من الثانية، هناك أيضا لحظات وصول غزلان علي بن محمد بن البحري بن نوب العامري، تهانينا والناموس جميع الفائزين.